السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مؤثرات للشمس والقمر. خلينا نلغي المؤثر دوت وخلينا نيجي هنا ونقول له ان انا عايز اضيف السن بالشكل دوت. ده السن هاي بالشكل دوت، السن هيدنج بالشكل دوت، البريتنس سان ديسك سايز، بس هو لغاية دلوقتي مش ظاهر معانا. طيب خلينا نضيف بقى مؤثر للقمر. المون هاي هوت بشكل هيدنج نقدر نخفيه ونظهره. مون سايز نقدر نخليه اكبر الحجم دوت. طيب هو دلوقتي نص ظاهر، فانا عايز يظهر كله او جزء منه، يبقى هلال يبقى كذا. فده ممكن من خلال ان انا اتحكم في السن هيدنج بالشكل دوت. ولاحظ ان احنا برضو لو دخلنا في البيلت ورحنا للويزر تقدر تختار المكان اللي هتجي منه الشمس بالشكل دوت. عايز لما ترجع للفيديو هتلاقي الجزء اللي ناقص من القمر بقى في الاتجاه الاخر. نرجع تاني وتقدر بقى تصن هاي. لاحظ ان هو بيأثر على القمر برضو اهوت الهيدنج.